قصة رئيس الجمهورية هسه مو احنا اللي طرف فيها بالمناسبة، يعني اليوم الطرفين الكرديين هم ما متفقين، متفقين صحيح ما متفقين. لو متفقين اصلا لو كان هناك اتفاق كردي على شخص رئيس الجمهورية ما كان هذا جدال الحكومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تستمر القضية لسبعة أشهر. نعم. لأنه أنت الخطوة الأولى تمت رئاسة البرلمان. نعم. الخطوة الثانية رئاسة الجمهورية. لو كانوا متفقين في الجلسة اللي وراها كان مضت. إذا مش بقى بس تسمية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، تخلون الكتلة الشيعية بمجملها في الزاوية.